بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعرض أسئلتكم أيها الإخوة على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الليلة، ليلة 27 من شهر شعبان من عام 1422. هذا السؤال يا صاحب الفضيلة يرجو فيه أن توجهوا توجيها حول قدوم شهر رمضان وما يجب على المسلم تجاه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عما قريب سيهل شهر رمضان المبارك بخيراته وفضائله على الأمة الإسلامية. هذا الشهر الذي جعله الله مباركا، أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر وفرض صيامه على المسلمين، وشرع قيامه للمسلمين، فنهاره صيام وليله قيام، وما بين ذلك ذكر لله عز وجل، تقرب إليه بأنواع الطاعات، فكل أوقاته كلها مباركة، كلها خير، وكلها غنيمة للمسلم. فالواجب على المسلم أن يفرح بقدوم هذا الشهر، لأن فيه إنقاذه من المهالك، فإن هذا الشهر يحمل له خيرات كثيرة ومنجيات. إذا هو عرف قدره واستفاد منه، فأما الغافل والجاهل بحق هذا الشهر فإنه لا يفرق بينه وبين غيره، بل ربما يعتبر شهر رمضان شهرا للكسل، شهرا للأكل والشرب، شهرا للنوم بالنهار سهر وسهر بالليل، فلا يستفيد منه، بل إنه يأثم، لأن السيئة فيه أشد من السيئة في غيره، تغلظ، كما أن الحسنة فيه تعظم، والحسنة فيه يعظم ثوابها عند الله أكثر من غيرها، كذلك السيئات فإن إثمها يغلظ، وذلك لشرف زمان هذا الشهر. فإنسان يمر عليه هذا الشهر ويخرج بدون أن يستفيد، هذا في الحقيقة ليس بإنسان، هذا حيوان أو أقل من الحيوان. الحيوان لا يؤاخذ، وهذا يؤاخذ. فالحقيقة أن هذا شهر عظيم ينبغي استقباله بالتوبة والاستعداد للأعمال الصالحة
وأن المسلم يفرح به فرحا شديدا. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. المسلم يفرح بمواسم الخير، كما أن أصحاب التجارة وأصحاب الأموال يفرحون بمواسم البيع والشراء، وذلك عرض عاجل وقد يكون ضررا عليهم. صاحب الشهوات يفرح بشهواته وقد تكون ضررا عليه ومهلكة له. أما هذا الشهر فإن الفرح به فرح بفضل الله، فرح برحمة الله، ولا يفرح به إلا أهل الإيمان. أما أهل النفاق وضعاف الإيمان فإن هذا الشهر يكون ثقيلا عليهم، لأنه يحبس حرياتهم وشهواتهم، ولا يتمكنون فيه مما كانوا يتمكنون في غيره، فهو يكون ثقيلا عليه. ولهذا يقول أحد الشعراء المجان، يقول: فليت الليل كان فيه شهرا، ومر نهاره مر السحاب. هذا ماجن يريد أن يستعمل الليل في شهواته وغفلاته، وأما النهار فيريد أنه يمر مر السحاب، لأنه ليس فيه شهوات له، ليس فيه رغبة. هذا شعور هؤلاء المنافقين أو ضعاف الإيمان. أما مؤمن بالله يشعر بذنوبه ويخاف من سيئاته، أنه يفرح بهذا الشهر ليتوب إلى الله ويستغفره ويتزود من الطاعات، ويستغل هذا الشهر زيادة في عمره، فإن العمر قصير والآخرة دار بقاء ودار أبد، وعمر الإنسان قليل، فإذا مر به هذا الشهر وفيه ليلة خير من ألف شهر استفاد منه، استفاد من هذه الليلة، فهذا خير عظيم وإضافة إلى عمره القصير، يكون عمره طويلا بالعمل الصالح. فمن رحمة الله بهذه الأمة أنه شرع لها هذا الشهر، لما كانت أعمارها قصيرة شرع لها هذا الشهر تمديدا في أعمارها وزيادة في أعمالها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يبلغه الله هذا الشهر ويوفقه للعمل الصالح والاستفادة من هذا الشهر، وأن لا يجعلنا وإياكم من الغافلين الخاسرين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول فيه صاحبه: هل ورد نهي عن صيام التطوع بعد منتصف شهر شعبان، وما توجيه هذا النهي؟ نعم، أرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والمراد والله أعلم الذي لم يصم أو من أول الشهر، وإنما يبدأ الصيام بعد منتصف الشهر. أما الذي كان يصوم من أول الشهر فإنه يواصل صيامه بعد نصف شعبان، يواصل. أما الذي كان مفطرا كل النصف الأول ثم يريد أن يبدأ الصيام من النصف الثاني، فهذا الحديث يدل على أنه لا يصوم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان له من آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا الحديث، هل من تاب من الدعوة إلى الباطل وقد انتشر هذا الباطل يتوب الله عليه، أم ينطبق عليه هذا الوعيد في هذا الحديث؟ من تاب تاب الله عليه، إن كان يدعو إلى الضلال تاب، صار يدعو إلى الحق تاب الله عليه، لكن عليه أن يعلن توبته للناس، وأن ينقض إذا كان له كتب أو كان له أشرطة مسجلة دعوة الباطل، فإن عليه أن ينقض هذه الكتب وهذه الأشرطة بكلام يظهر فيه تراجعه، حتى لا يحتج أحد بما مضى منه. إذا صرح وبين فإنه يكون قد برأ نفسه، أما إذا سكت الناس يحتجون بما مضى منه ولا يدرون أنه تاب، أو لا يصدقون أنه تاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز حلق الشنب؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، جز الشوارب ولا تترك تطول، ولكن حلقها نهائيا هذا مكروه لأنه يشوه الوجه، فيقصها قصا ويجزها ويحفيها هذا يكفي. قال صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب، جزوا الشوارب، ولم يقل احلقوا الشوارب، أن في حلقها تشويها للوجه. نعم، والعلماء يكرهون حلق الشوارب نهائيا، بل بعضهم يغلظ في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: امرأة أكرهها زوجها على الجماع في نهاي رمضان فأبت، ثم حاول معها فأفطرت بشرب الماء أولا ثم سمحت له بجماعها، فماذا يلزمها والحالة هذه؟ إذا كان صحيحا ما قالت أنه أكرهها وأجبرها فليس عليها شيء في هذا، وصيامها صحيح لأنها مكرهة، والمكره لا ينسب إليه فعل إلا من أكره وقلبه مئن بالإيمان، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. شربها للماء لا قيمة له، إذا شربت الماء متعمدة تعمدة الإفطار أفطر، أما إذا كانت ما شربت وإنما أجبرها على الجماع فإن صيامها مستمر ولا حرج عليها لأنها مكرهة. نعم. أما إذا كانت شربت متعمدة فإنها تصوم هذا اليوم لأنها أفسدته ولم يكرهها على الشرب، شربت مختارة متعمدة ولم يكرهها على الشرب فتقضي هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقال فيه: طالبات كلية التربية لا يؤدين صلاة الظهر إلا بعد خروجهن من الكلية في منازلهن لأنه لا يوجد وقت فراغ معد في الجدول، ما حكم تأخيرهن لهذه الصلاة وأدائها في المنزل بعد الخروج من الكلية؟ لا بأس إذا كن يؤدين الصلاة قبل أن يخرج وقتها، أدينها في البيوت قبل أن يخرج وقتها فلا بأس بذلك، وهن معذورات لعدم المكان المناسب، فإذا كنا يؤدينها قبل دخول وقت العصر فلا حرج عليهن في ذلك، أما إذا كنا يؤخرنا إلى أن يدخل وقت العصر فهذا لا يجوز، عليهن الصلاة
في المكان في الذي يدرسن فيه، عليهن الصلاة قبل أن يخرج الوقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول في سؤاله: إذا اعتمر المسلم مرتين في رمضان هل يكون قد أصاب الأجر المذكور في الحديث مرتين؟ نعم. يقول عفى الله عنك: إذا اعتمر المسلم مرتين في رمضان هل يكون قد أصاب الأجر المذكور في الحديث مرتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجه، فإذا اعتمر في رمضان نال هذا الثواب إذا تقبل الله منه، في رواية: تعدل حجة معي، هذا ثواب عظيم. أما تكرار العمرة في وقت متقارب فهذا غير مرغوب فيه، العلماء يكرهون تقارب العمرة في وقت متقارب، فيؤدي العمرة ويجلس في مكة، هذا أفضل له، يؤدي العمرة ويجلس في مكة، هذا أفضل له من أنه يخرج من مكة ويجيب عمرة ثانية، لأن صلاته في المسجد الحرام عن 1000 صلاة، وطوافه بالبيت واعتكافه في المسجد الحرام هذا أفضل من العمرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول فيه صاحبه: قد ذكر لي بعض الإخوة أن بعض القنوات الفضائية لهم برنامج، وطريقة هذا البرنامج طريقة سحر وكهانة، فيقول: أعطني عمرك وأين ولدت، وأقول لك ماذا جرى لك وماذا يجري لك في هذه الحياة. السؤال: ما حكم الاتصال بهم، وهل هو مثل الذهاب إلى الساحر أو الكاهن؟ نعم، الاتصال بهم وسؤالهم عن هذه الأمور مثل الذهاب إليهم، فإذا سألهم إنه يأثم إثم الذي يذهب إليه، لأن المقصود واحد، هو لماذا يذهب إليه؟ من أجل أن يسألهم، فإذا سألهم بواسطة الاتصال فكأنما ذهب إليهم، لأن العلة موجودة، فيكون عليه هذا الوعيد: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في السنن. وفي صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا مثل إتيان الكهان، سؤالهم بالهاتف أو بوسائل الاتصال المعنى واحد، سواء ذهب إليهم أو سألهم بهذه الواسطة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول فيه صاحبه: إذا صلى الإمام في العشر الأواخر 11 ركعة مع الوتر، هل هذا الفعل صحيح أم يوافق الجماعة في صلاتهم بالتراويح وفي القيام الأخير؟ المسلم لا يحرم نفسه ويتأثر بأقوال هؤلاء الذين يشوشون على الناس، هؤلاء الذين ظهروا في هذا الوقت صفة التعالم والمعرفة وهم جهال، وصاروا يثبطون الناس عن الاجتهاد في العشر الأواخر، ويقولون لهم: صلوا التراويح تكفي، أو صلوا آخر الليل ويكفي عن التراويح، لا تصلون بأول الليل وآخر الليل. هذا تثبيط وجهل والعياذ بالله، وحرمان للناس، تشكيك في هذه الفضائل العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله. أحياه بماذا؟ بالقيل والقال، أو أحياه بالصلاة والتهجد؟ أحياه بالصلاة تهجد، كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، لأنها آخر الشهر، ولأنها أرجى ما تكون ليلة القدر فيها، كان يعتكف العشر الأواخر
ويخص العشر الأواخر بعبادات لم يكن يفعلها من أول الشهر. فهؤلاء الذين يثبطون الناس العشر الأواخر يشككونهم، هؤلاء لا يعتبر قولهم ولا يلتفت إليهم. والواجب أن الإمام الذي يعمل هذا العمل الواجب أنه يعزل ويبعد عن الإمامة، لأنه شوش على الناس وحرمهم من هذه الفضائل العظيمة، وتهجد في آخر الليل وصلاة التراويح في أول الليل، فيجب أنه يبعد عن الإمامة. وهو بكيفه يصلي ببيته أو لا يصلي، أو إن شاء الله ما يصلي تراويح ولا يصلي التهجد، كيف يحرم نفسه. أما أنه يحرم الناس معه يشوش على الناس هذا لا يجوز. وبعضهم قد يكون يفعل هذا كسلا، هو إمام مسجد ولا يريد أنه يتعب نفسه تراويح وتهجد، ويلتمس لنفسه هذه الأعذار الباردة. فهذا في الحقيقة لا يصلح إمام للناس، إنما يصلح إماما للناس من يشجعهم على الخير، ومن يحيي هذه الليالي أولها وآخرها بالصلاة والتهجد، هذا هو الإمام الناصح لنفسه والناصح للمسلمين. أما هذا الكسلان الذي يثبط الناس يشوش عليهم أو يدعي العلم وهو لا علم عنده، لو راجع السنة وشاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا أدرك أنه مخطئ في هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة يا وجه الله؟ لا، هذا ما يجوز. الصفة لا تنادى ولا تدعى، لأن هذا يفهم منه أن الصفة شخص مستقل ينادى ويدعى، هذا يكون شرك لله عز وجل. فهو يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، يقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم. توسل إليه بأسمائه وصفاته. أما أنه يدعو الوجه أو يدعو الصفة يا رحمة الله، يا هذا لا يجوز، أو يا وجه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: لقد ذكرتم في درس سابق أن تعمد شم البخور يفطر الصائم، السؤال: في هذه الأوقات ومع بداية الشتاء يتم الجلوس عند الحطب المشتعل، في هذا يقول في هذه الأوقات نعم. ومع بداية الشتاء يتم الجلوس عند الحطب المشتعل مثل السمر والإرطى، ولها رائحة طيبة مميزة، هل تفطر الصائم أيضا إذا تعمد الجلوس عندها واستنشاقها؟ الجلوس لا بأس، لكن إذا تعمد استنشاقها نعم. أما إذا لم يتعمد وإنما جلس ليستدفي المكان ولم يقصد الشم، هذا لا بأس به ولا يضر، لا يقصد الشم وإنما يقصد الاستدفاء في المكان والجلوس للإفطار أو السحور لذلك، هذا لا بأس به. ولو كان المكان فيه حطب وفيه دخان الحطب، حتى ولو كان فيه بخور وهو ما قصد شمه، ما لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الدعاء بنزول الغيث في القنوت في رمضان مشروع، وما حكمه؟ هذا غير معروف، هذا غير معروف، ولا أعرف له دليلا من السنة، لكن ورد الدعاء في خطبة الجمعة، الدعاء في خطبة الجمعة، فالدعاء بالاستسقاء لا مانع منه بل هو مطلوب، يدعو وهو جالس أو وهو يمشي، وإذا كان عنده حضور يؤمنون على دعائه لا بأس، أو يدعو في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعو في خطبة الاستسقاء، هذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم
في زاد المعاد أنه صلى الله عليه وسلم استسقى بدعاء مجرد ليس معه صلاة ولا خطبة، دعا والحاضرون يؤمنون، ودعا في خطبة الجمعة كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ودعا في خطبة الاستسقاء بعد صلاة الاستسقاء، هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء في القنوت فلا أعرف له أصلا، ولا ينبغي الإنسان أن يحدث أشياء لم يسبق إليها، هذا يجر إلى البدع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: المرأة التي خرجت لصلاة التراويح مع السائق لوحدها ما حكم فعلها؟ هذه خلوة، إذا خرجت مع السائق وركبت معه وليس معهما أحد فهذه خلوة، سواء راحت للتراويح أو لغيرها، هذا حرام. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا وثالثهما الشيطان، لا يجوز لها أن تركب وحدها مع السائق الذي ليس من محارمه. نعم. أحسن الله إليكم، ويسأل أيضا يقول: ما حكم الذهاب للعمرة بالأهل؟ ما حكم الذهاب للعمرة مع الأهل في العشر الأواخر من رمضان ثم إهمالهم في مكة وعدم متابعتهم؟ هذا لا يجوز أنه يروح بهم ويضيعهم في مكة، يضيع أولاده وبناته في أسواق مكة، المطاردات والمغازلات والتكسع في الشوارع والذهاب إلى تجمعات الناس في الأسواق، هذا أمر لا يجوز له ولا يعتمد، اللي يعمل هذا لا يعتمد، لأنه يأثم أكثر مما يؤجر، لأنه ضيع رعيته. قد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع ومسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة. فالذي يعمل هذا العمل ويضيع أولاده ونساءه في مكة وبناته في مكة وهو يجلس في الحرم لا يروح، لأنه يأثم أكثر مما يؤجر، يبقى في بيته ويحافظ على أولاده وعلى بناته وعلى نسائه، هذا أعظم أجرا له من العمرة التي يضيع فيها مسؤولية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: نحن شباب من منطقة الخرخير، وقد لاقينا أذى من جماعة التبليغ حيث لا يسمحون بالكلام في المساجد لأنهم مسيطرين عليها في تلك المنطقة، وقد وصل الأمر معهم لحد الضرب، فماذا توجهوننا؟ ولعلكم تحثون الدعاة بالذهاب إلى تلك المنطقة أو ترسلون دعاة من قبلكم، فالأمر زاد عن حده من هؤلاء الجهلة. يجب عليك أنك تراجع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هي المسؤولة عن هذا الأمر، وتبلغهم بذلك وهم يتصرفون بما يزيل هذا الأمر المنكر. يعني إذا صاروا الآن يسيطرون على بعض البلاد هذا أشد من تجولهم، فالواجب عليك أن تبادر بالاتصال أو الذهاب لوزارة الشؤون الإسلامية أو الكتابة لها للوزير، توضح له هذا الأمر، تطلب منه المبادرة بإنقاذ البلد من هؤلاء الضلال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: مما يؤلم المسلم الغيور أن يقوم بتوليد أهله رجل، وهذا الشيء في الحقيقة خارج عن إرادته، فهل هذا الأمر يعتبر مسوغا شرعيا في تحديد النسل أو قطعه؟ لا، تحديد النسل أو قطع النسل ما يجوز، والتوليد ما هو ضروري، ما هو ضروري التوليد، يولدها في بيته وعند نسائه وعند أهله، ولا يروح به للطبيب الرجل. وإذا جاءت الضرورة، جاءت الضرورة وصار لازم من التوليد، يعني تعسرت الولادة ويخشى على المرأة
فلا بأس أنه يذهب بها ويلتمس امرأة لتوليدها، فإن لم يجد فلا بأس أن يولدها رجل في حالة الضرورة. الله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حالة الضرورة إذا لم يوجد امرأة والمرأة مضطرة ويخشى عليها من الموت فلا بأس أن يولدها رجل ينقذ ليعالجها، لعل الله أن ينقذها، لعل الله ما هو اللي ينقذها، لعل الله أن ينقذها بسببه من الموت ومن الهلاك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة رغبت من فضيلتكم أن تعطوهم فقه دعاء القنوت ولو بصورة عجلة. نعم. أقول أسئلة عديدة وردت وترجو من فضيلتكم أن تعطونهم فقه دعاء القنوت ولو بصورة عجلة. هذه المسألة كثر الكلام فيها وكتب فيها الصحف والجرائد والمجلات، تبينت واتضحت. أولا القنوت هذا سنة ما هو واجب عند من يقول به، من يقول به في النوازل فإنه سنة وليس بواجب. ثانيا ليس الأمر فوضى، وكل من أراد أنه يقنت لا بد من مراجعة أهل العلم اللي يقدرون النوازل اللي تستحق القنوت واللي ما تستحق. العلماء هم اللي يقدرون النوازل يعرفون، وأقصد العلماء اللي لهم الفتوى الذين يرجع إليهم في الفتوى، يرجع إليهم، يرسل إلى دار الإفتاء أسئلة ويسألون، أو يروح الشخص نفسه ويسأل المفتي أو يسأل أحد المشايخ ويجد الجواب إن شاء الله. ما هو من حق كل أحد أنه يقنت بدون فتوى من أهل العلم الذين يصدرون الأمور ويريدونها، هذا من شأن أهل الحل والعقل، ما هي بالأمور فوضى. يعني بعض المجتهدين يقنط في أشياء ما تستحق القنوط، وربما يأتي بقنوط خارج عن المشروع ويأتي بألفاظ خارجة عن المشروع، وهذا يؤثر على الصلاة قد يبطلها. الصلاة لا يعمل فيها شيء إلا بدليل شرعي وبفتوى صحيحة، هو بالإنسان يتصرف من عند نفسه ويقنت متى شاء ويترك متى شاء، بل هذا له مراجع وله مصادر يرجع إليها. هي بالأمور فوضى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: عندما أعلن التبرع للأفغان في وسائل الإعلام اتصلت بهم وأعطيتهم رقم الحساب واسم البنك وذلك الفرع ورقم الجوال والاسم كاملا وعينت المبلغ، وإلى حد الآن لم يخصم علي. سؤالي: ماذا أفعل في هذا المبلغ الآن؟ هل المبلغ لي أو ليس لي فيه حق؟ اتصل بهم ثانيا، ربما يكونوا نسوا أو لن تكلمته أنه راح ولا انتبه، اتصل بهم مرة ثانية وأكد عليه. والمبلغ لا يخرج عن ملكك حتى تسلمه لهم، أما ما دام أنه في يدك ولا بعد سلمته لهم فهو لا يزال في ملكك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا بلع الصائم الدم غير متعمدا وهو خارج من الضرس فما حكم ذلك؟ إذا بلع الدم أو غير الدم، بلع شيئا غير متعمد فإنه لا حرج عليه، حتى لو أكل أو شرب ناسيا فلا حرج عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فلا بأس بذلك ما دام أنه ما تعمد، ذهب إلى حلقه بدون تعمد فليس عليه حرج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من أتى ساحرا وأخذ منه طلاسم شركية عالما بالحكم، هل يكون شركه شركا أكبر مخرجا عن الملة؟ إذا صدقه بهذه الطلاسم واعتقد أنها صحيحة وأنها تنفع
فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر، يصير مثل الساحر ومثل الكاهن الذي عملها. أما إذا أخذها لمجرد الاطلاع ولم يصدقها فهذا لا يكفر، ولكن عليه أنه يتلفها، يبادر بإتلافها ولا يعود للذهاب لهذا الخبيث هذا المشعوذ، يتوب إلى الله ولا يعود لهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد سافرت من مصر إلى اليابان وأنا صائم أثناء النهار، وظللت صائما يوما ونصف لأن الليل لم يجي علي، فما هو الحكم؟ ذهب من إيش؟ من مصر إلى اليابان. نعم، يعني من الغرب إلى الشرق. نعم. قال: وهو صائم أثناء النهار وظل صائما يوما ونصف لأن الليل لم يجي عليه، فما الحكم؟ الحكم أنه ما دام يشوف النهار أنه ما يفطر، لما أنه ولو طال الوقت حتى يرى غروب الشمس، ما يفطر لما تغرب الشمس، ولو طال عليه النهار اختلاف الأقاليم أو اختلاف، لأنه ذهب من المشرق من المغرب إلى المشرق، فالنهار في المشرق يسبق النهار في المغرب، يسبق النهار في المغرب، فربما يكون فاتف النهار لنهار المشرق فاته لأنه لم يلحق عليه، وجاء ليل المشرق. نعم، يكون ليل المشرق قد فاته وجاءه نهار المشرق، فهو من نهار إلى نهار، من نهار المغرب الذي طار منه إلى نهار المشرق الذي طار إليه وتواصل النهار، فهذا يبقى صائما إلى أن تغرب الشمس ولو طال عليه الوقت. وإن كان يريد الإفطار يعتبر مسافرا لا بأس، إن أفطر من أجل السفر فله الإفطار لأنه مسافر. نعم، فهو بين أمرين، إما أن يفطر لأنه مسافر هذا حل شرعي صحيح، وإما أن يستمر في صيامه لأن تغرب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول فيه صاحبه: ما حكم الصلاة أثناء الأيام التي ينقطع فيها الدم من الحيض ثم يعود بعد ذلك بسبب تركيب اللولب؟ هذا إن كان الدم في أيام العادة فإنه حيض ولو تقطع، أما إن كان خارجا عن أيام العادة فإنه لا يعتبر حيضا، تصوم المرأة وتصلي ويعتبر ناقضا للوضوء فقط إذا كان خارجا عن أيام العادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم قول أقسم بآيات الله؟ لا بأس، لأن إن كان يقصد بآيات الله القرآن فلا بأس، لأنه يجوز الإقسام بأسماء الله وصفاته، والقرآن كلام الله صفة من صفاته، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات، استعاذ بكلمات الله، وكلمات الله هي القرآن، فلا بأس بذلك أنه يقسم بها. أما إن كان يقصد بآيات الله المخلوقة، الآيات المخلوقة في السماوات والأرض والشمس والقمر، فهذا الشرك لا يجوز الحلف بغير الله إن كان قصده المخلوقات، لأن الآيات تطلق ويراد بها المخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وإن كان مراده الآيات المتلوة فهذا لا بأس به لأنه صفة من صفات الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول: هل يجب أثناء غسل الوجه للوضوء أن يكون الغسل من منابت الشعر حتى ولو كان الشعر طويلا منسددا إلى نصف الجبهة، أو كان الشعر قليلا ومنابته في أعلى الرأس؟ هذا العبرة بطول الشعر، حتى لو وصل الشعر إلى فمه من رأسه، ما هي العبرة بطول الشعر، العبرة بالمنابت، بمنابت الشعر، فالوجه من منابت شعر الرأس المعتاد،
فلا عبرة بالأجلح ولا عبرة بالأفرع. الأفرع هو الذي ينبت الشعر في جبهته، والأجلح هو الذي ينحسر الشعر إلى وسط الرأس، يسمى بالأصلع. لا عبرة بهذا ولا هذا، العبرة بالمعتاد، شعر منابت شعر الرأس المعتاد، هذا حد الوجه من الأعلى. وأما طول الشعر وقصر الشعر هذا لا عبرة به، حتى لو كان ماله شعر، العبرة بحد المنابت العادية فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا تيقن المسلم من عدم طلوع الفجر فأكل ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فما الحكم؟ وكذلك الحال في غروب الشمس. هذا مر بكم في درس الفقه، أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فإنه لا يصح صومه، فإنه يصح صومه. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فإنه يصح صومه ما لم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل. أما إذا أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يبطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز له أن يفطر حتى يغلب على ظنه غروب الشمس، ولا يكفي الشك. نعم. ففيه فرق بين المسألتين، بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء هذا صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، وبين من أكل شاكا في غروب الشمس هذا لا يجوز له حتى يغلب على ظن غروب الشمس أو يتيقنه بمشاهدة. نعم. لأن الأصل بقاء النهار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الالتفات في الصلاة لغير حاجة يبطل الصلاة؟ يكره الالتفات بالوجه والرقبة، يكره، وإذا كان لحاجة فإنه يباح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته يصلي بأصحابه ويلتفت إلى الشعب خشية أن يهجم عليهم العدو منهم، فإذا كان الالتفات بالوجه لحاجة هذا لا بأس به، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. نعم. وهو اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد: إذا صليتم فلا تلتفتوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول: هل مرور الكلب الأسود والمرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة إذا كان المرور فيما بين المصلي وبين السترة، أو من وراء السترة، أو إذا لم يكن هناك سترة أصلا؟ أما من وراء السترة هذا لا يضر، لا يضر أي شيء يمر من وراء السترة، ولا يمنع المرور من وراء السترة. أما دون السترة بينه وبين سترته، أو إذا لم يكن له سترة ومر مسافة ثلاثة أذرع، لأن المسافة التي تقدر فيها السترة ثلاثة أذرع، فإذا مر من خلال هذه المسافة أقل من ثلاثة أذرع هذا هو محل البحث، هذا هو محل البحث، هذا يحرم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كما في الأحاديث. وأما أن تنقطع صلاته بالكلب والمرأة والحمار هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول تنقطع صلاته بظاهر الحديث فمعناه أنه يعيدها، والقول الثاني أنها لا تنقطع، والمراد بيقطع الصلاة ثلاثة أشياء، المراد ما هو قطع البطلان وإنما هو قطع الثواب، قطع الثواب فقط، وصلاته صحيحة يعني ينقص ثوابه. فالمسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا يقطع الصلاة شيء، ولكن هذه الثلاث إذا تركها تمر فإنها تنقص ثواب صلاته أو لا يكون له فيها ثواب، لكن لا يؤمر بالإعادة
لا تبطل صلاته من أصلها وإنما تبطل ثوابها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجب في السعي أن يصل الشخص إلى المنطقة المستوية في أعلى الصفا وأعلى المروة، أم أنه يكفي أن يصل إلى آخر الحاجز الحديدي الذي هو معبر للعبراء الذي هو معبر للعربات ثم يستدير منه؟ الواجب في السعي استيعاب ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب. أما صعود الجبلين جبل الصفا وجبل المروة هذا سنة ليس بواجب، من فعله فله أجر ومن تركه فسعيه صحيح إذا استوعب ما بين الجبلين جبل الصفا وجبل المروة. والبراويز المجعولة للعربات هذه نهاية السعي الواجب، لأنهم وضعوها عن خبرة وعن فتوى شرعية، فنهاية السعي الواجب تكون عند هذه البراويز، وأما ما زاد عليها وصعد فهذا سنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الأفضل لمن كان في المدينة أو في مكة أن يصلي النوافل في الحرمين أو في منزله؟ ما الأفضل لمن كان في المدينة أو في مكة أن يصلي النوافل في الحرمين أو في منزله؟ وهل يوجد فرق لما بين المدنيين والمسافرين؟ أما الفرائض فهي في الحرمين أفضل، الفرائض صلوات الخمس والصلاة في الحرم، صلاة الفريضة في المسجد الحرام عن 1000 صلاة، عن 100,000 صلاة، عن 100,000 صلاة، هذا الفريضة. وكذلك في المسجد النبوي عن 1000 صلاة، هذا في الفريضة. أما النوافل صلاتها في البيوت أفضل، ولا فرق بين المدني وبين الآفاقي إلا الآفاقي الذي ليس له بيت، الآفاقي الذي ليس له محل يأتي إلى المسجد ليأوي فيه فيصلي فيه الفرائض والنوافل، أما اللي له بيت فالأفضل أنه يتنفل في مسكنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة عن الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: نسأل عن كيفية الاستنشاق في الوضوء، هل يكفي دفع الماء إلى الأنف من دون الشم للماء أي الاستنشاق؟ نعم. يقول: نسأل عن كيفية الاستنشاق في الوضوء، هل يكفي دفع الماء إلى الأنف من دون الشم للماء أي الاستنشاق؟ الاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، جذب الماء بنفس، لا بد من النفس جذب الماء إلى، أما إذا لم تجلبه فإنه لا يذهب إلى داخل الأنف وإنما يكون في أدنى، ما يدخل الماء إلى الأنف إلا النفس الذي يجذبه، هذا هو الاستنشاق. استنشاق يعني استنشاق بنفس تجذب به الماء، ولا يكفي وضع الماء على باب الأنف فقط، أنه لا يذهب إلى أقصى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد تفاوت الأئمة في دعاء القنوت في رمضان تفاوتا عظيما من حيث الطول والقصر ومن حيث فقه الدعاء، فما توجيهكم والحالة هذه؟ القنوت في الوتر في رمضان وفي غيره سنة، الوتر يصح بدون قنوت، إذا صلى ركعة هذا الوتر يصح ولو لم يقنت، لكن إذا قنت فالقنوت سنة. والقنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما كلمات معدودة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الذي ورد علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. وإذا زاد عليه دعوات
جوامع يسيرة فلا بأس، أما أنه يطيل إطالة تشق على المأمومين فهذا لا يجوز، فإن بعضهم يقف في القنوت أكثر من صلاة التراويح وهذا لا يجوز، هذه مبالغة وهذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. توسط الإنسان، توسط ولا يتكلف ولا يجيب أدعية من عنده غير مشروع يختارها هو، قد تكون تبطل الصلاة، يتحرى الأدعية الواردة في الكتاب والسنة تحراها ويدعو بها لأنها هي أحسن الأدعية وهي أقرب الأدعية إلى الإجابة من كونه يخترع دعاء لا يوافق الكتاب والسنة. فالمبالغات هذه لا تجوز، والمشقة على المأمومين لا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، يراعي أحوال المأمومين، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، لكن إذا صلى بالناس يراعيه، ولو كان بعضهم يرغب التطويل ما ينظر إلى اللي يرغبون التطويل، ينظر إلى الضعفاء إلى الذين يشق عليهم التطويل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه، يخفف الصلاة علشان امرأة واحدة طفلها يصيح، فكيف بالذي وراه ناس كثيرين كبار السن ومرضى وأصحاب حوائج تفوت عليهم حوائجهم يحبسهم، ينبغي للإمام أنه يراعيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول جدي كبير في السن لدرجة أنه لا يعرف من يسلم عليه ويهذي بكلام مضى عليه زمن طويل ولا يعرف الوقت إذا أذن المؤذن، هل هو وقت العصر أو الظهر؟ هل عليه صيام أم يفطر ويطعم عنه عن كل يوم مسكين؟ إذا كان أنه ما عنده فكر فليس عليه شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف. إذا وصل إلى هذه الحالة صار لا يميز ولا يعرف الناس ولا يميز بين أوقات الصلوات فهذا غير مكلف، لا يجب عليه صيام ولا صلاة ولا شيء. نعم. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذا ما يعلم شيئا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يقول هل الأرض التي تشترى للاستثمار أي التي تباع إذا غليت الأراضي هل عليها زكاة أم لا؟ حسب نية صاحبها، إذا كان صاحبها ناويها للبيع ولكنه ما هو مستعجل لما يرتفع سعرها هذا يزكيها كل سنة، كل ما تم عليها سنة يزكيها بما تساوي، يثمنها بالذي تساويه ويزكيها قليلا كان أو كثيرا. نعم. لأنها أصبحت تجارية وهي سلعة من السلع، ما دام ينويها للبيع فهي سلعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إمام مسجد نسي القنوت ثم سجد ونبهه المأمومون ثم رجع وقنت وسجد سجود السهو، هل يصح هذا الوتر؟ هذا تصرف سيء، زاد في الصلاة، هذا زاد في الصلاة، وهذا جاهل، الذي عمل هذا العمل جاهل، صلاته صحيحة لأنه يعذر بالجهل، أما لو كان متعمدا إنها تبطل صلاة لأنه زاد فيها متعمدا، زاد فيها سجود متعمدا، الواجب أنه استمر، والقنوت ما هو بلازم، قنوت ما هو بلازم، استمر وأكمل صلاته وسلم والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل هذا الحديث صحيح وهو قوله ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا ويدخله الجنة برحمته، تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك؟ نعم، هذه صفات حميدة وطيبة
الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليها، لكن كونه يحاسب حسابا يسيرا ما أدري، يحتاج إلى تثبت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما المقصود بالنهي عن التحلق يوم الجمعة؟ تحلق يوم الجمعة الدروس، يعني الدروس اللي كانت تعقد في غير يوم الجمعة لطلب العلم، يوم في يوم الجمعة يتركونها يتفرغون لصلاة الجمعة والتبكير إليها، الاشتغال بذكر الله عز وجل، هذا المقصود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أيهما أفضل، صلاة 5 ركعات مع طول القيام أو صلاة 7 ركعات مع قصر القيام؟ هذا متساوي، متساوي، إن خفف الركعات زاد في العدد، وإن أطال الركعات قلل العدد، هذا متساوي، هذا متساوي إن شاء الله. وهذا الصحابة رضي الله عنهم خففوا التراويح وزادوها إلى 20، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 أو 13، لكن كان يطيل الصلاة. الصحابة رأوا إن الناس ما يطيقون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خففوا الصفة وزادوا في العدد، جعلوها 20، وهذا في خلافة عمر ووجود عثمان وعلي ووجود الصحابة من المهاجرين والأنصار وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بهذا، إنه إذا خفف الصفة يزيد في العدد كما فعل الصحابة، وإذا طول الصلاة فإنه يقلل العدد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا هو الفقه، خلاف اللي يقولون لا ما يجوز الزيادة على 11 ركعة. منيلك إنه ما يجوز؟ الرسول ما منع من هذا، الرسول قال: من قام رمضان ولم يحدد، ورغب في قيام الليل ولم يحدد، ما حدد لنا، أطلق لنا الأمر، كل على حسب حاله يزيد أو ينقص على حسب حاله. نعم. كونكم تحجرون واسعا وتحرمون الناس من الصلاة أو تثقلون عليهم ما لا يستطيعون، هذا ما يجوز. نعم. الزين الوسط خير الأمور أوساطها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، امرأة توفي زوجها وهي حامل ثم وضعت مباشرة بعد وفاته، هل تكون قد خرجت من العدة ولا إحداد عليها؟ وكذلك هل لها الحق في هذه الحالة في تغسيل زوجها الميت بعد وضعها للحمل؟ نعم، عدة المتوفى عنها وضع الحمل، قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو بلحظة، لو ولدت بعد موته بلحظة خرجت من العدة وحلت للخطاب. وأما أنها تغسل زوجها فنعم، لها أن تغسل زوجها كما أن للزوج أن يغسل زوجته. أما فيما عدا الزوجين فالرجل يتولى تغسيله الرجال، والمرأة تولى تغسيلها النساء، هذا هو الواجب. نعم. أما الزوجان فكل منهما له أن يغسل الآخر، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وأسمى بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق لأنها زوجته. نعم. وفي السؤال أحسن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما اشتكت، قال: ما عليك لو مت قبلي فغسلتك و صليت عليك، دل على أن الزوج له أن يغسل زوجته. نعم. وفي السؤال أحسن الله إليك، هل عليها إحداد؟ الإحداد تبع العدة، ما دام إن انتهت عدتها بوضع الحمل فليس عليها إحداد، لها أن تتزوج. لو مات زوجها المغرب وولدت هي بعد المغرب بدقيقتين أو 3، خرجت من العدة ولها أن تتزوج الأخير، لها أن تتزوج في صلاة العشاء ويبيت معها زوجها لأنها خرجت من العدة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم ذبائح لكن الجماع؟ لا ما يجامع لأنه في نفاس، لكن له يتزوجها ويدخل عليها، لكن ما دام عليها دم نفاس هو يتجنبها إلى أن ينقطع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم ذبائح الإسماعيلية؟ هل هي حلال؟ وهل يفرق فيما بين عوامهم ودعاتهم؟ كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا تحل ذبيحته لأنه مرتد. فالذي يدعو غير الله ويستغيث بالأموات ويشرك بالله عز وجل، أو يزعم أن أحدا أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن إمامه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يرى وجوب صلاة الجمعة، أو غير ذلك من العقائد الباطلة، فإنه مرتد لا تجوز ذبيحته لأنها ذبيحة مشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أعمل في القطاع العسكري وأريد الحج، ويكون عندي عمل في وقت الإجازة لمدة أنا أعمل في القطاع العسكري. نعم. وأريد الحج، ويكون عندي عمل في وقت الإجازة لمدة يومين، إلا أنه في أيام الحج لا يكون عندي عمل نهائي، فهل يجب علي أن أستأذن الحج أم لا؟ لابد أن تستأذن من مرجعك، لأنه ربما يطرأ عمل ويحتاجونك للعمل، فلابد من الاستئذان. إذا أردت أن تحج وأنت جندي أو عسكري لابد من الاستئذان من مرجعك. نعم. حتى ولو كان أنك ما عندك عمل كما ذكرت في أيام الحج، ربما يطرأ عمل، يحدث حوادث يطرأ عمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول: هل هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب من يقربني إلى حبك؟ هذا مأثور. نعم، هذا مأثور في الأدعية، ولكن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبت. أما وروده هو موجود فيه، مأثور في الأدعية. نعم، هو المعنى صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الإطالة في دعاء القنوت يبطل الركعة؟ لا، ما يبطل الركعة، ولكن إذا كان يشق على الناس فإنه لا يجوز، يأثم من فعله، ولكنه لا يبطل الركعة. نعم. أحسن الله إليكم. معاذ رضي الله عنه لما أطال وقرأ البقرة في صلاة العشاء أطال على الناس، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل أنكر عليه ووبخه، لكنه لم يأمره بالإعادة. قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال: إن منكم لمنفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. ولم يأمرهم بالإعادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما القول الراجح في من يصلي ويترك بعض الصلوات مع ذكر الأدلة على ما تقولون؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما القول الراجح في من يصلي ويترك بعض الصلوات مع ذكر الدليل على ما تقولون؟ نعم، الذي يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها متعمدا هذا كافر، وهو مثل من ترك جميع الصلوات، لأن الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، ولم يقل حافظوا على بعضها. ولأن هذا مثل من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. الصلوات كلها فريضة وكلها أوجبها الله على المسلم، 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليل، ما فرق الرسول بينها، كلها فريضة.
فلا يجوز أنه يصلي بعض الصلوات يترك بعضها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ولم يفصل يقول ترك الصلوات كلها، بل قال ترك الصلاة، ومجرد ترك الصلاة يكفر به ولو كانت صلاة واحدة. فعلى هذا أنه يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة، نعم، على الصلوات كلها، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول هل تنصحون بقراءة كتاب تفسير آيات الأحكام لمحمد علي الصابوني؟ ما أدري عنه، أنا خابر كتاب صفوة التفاسير، هذا هو الذي عليه ملاحظات من ناحية الصفات والعقيدة، أما آيات الأحكام هي ما هي مجال لبحث العقيدة، وإنما هي مجال للفقه، مجال للفقه فقط. أنا ما أدري عن كتابه في أحكام القرآن، ولا أظن أنه يدخل فيه شيء من العقيدة، لأنه مجال فقه فقط، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما هو الحد الأدنى لزكاة المال، وهل يندرج تحت زكاة عروض التجارة أو تحت زكاة الذهب والفضة؟ الحد الأدنى بلوغ النصاب، بلوغ النصاب هذا الحد الأدنى، والنصاب من الفضة 140 مثقال، 140 مثقال، وهي بالدراهم الإسلامية 100 درهم، وبالدراهم السعودية الفضة 56 ريال من الفضة، يعني 200 ريال إسلامي تعادل 56 ريال سعودي من الفضة، أو ما يعادل صرف 56 من الورق النقدي، وهذا يزيد وينقص لأن ريال الفضة يزيد سعره وينقص حسب الغلاء والرخص. هذا بالنسبة لنصاب الفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيهات السعودية 11 جنيها ونصف الجنيه، 11 جنيه ونصف الجنيه، أو ما يعادل 11 جنيه ونصف من الورق النقدي، هذا هو النصاب وهذا هو الحد الأدنى، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا شخص يرغب أداء العمرة ولكن عنده شغل في جدة، هل يجوز له أن يحرم من جدة عند الانتهاء من شغله؟ لأنني سمعت بعض الإخوة يقولون إن جدة ميقات ويجوز الإحرام منها. هذا كذب، جدة ليست ميقات إلا لأهلها فقط ولمن نوى العمرة منها، وأما من جاء من الآفاق فهذا ميقاتها، الميقات الذي في طريقه، الذي يمر عليه في طريقه، إن كان من أهل الشام أو مصر أو المغرب ميقاتهم الجحفة، ومن كان من أهل المدينة أو جاء عن طريق المدينة فميقاتهم ذو الحليفة أبي يرعلي، ومن جاء من طريق اليمن فميقاته يلملم السعدية، ومن جاء عن طريق نجد أو المشرق أو العراق أو المشرق فميقاتهم قرن المنازل وهو السير الكبير أو وادي محرم، امتداد وادي محرم، هذه المواقيت، فمن مر عليها وهو يريد العمرة أو الحج فلا يجوز له أن يتعداها إلا وهو محرم، ولا يقول أنا بروح الجدة وعندي شغل، إذا خلصت شغلي أحرم من هناك، ما هو بهواك، هذا حكم شرعي، تحرم من الميقات. وإن بغيت تأدي العمرة وتروح الجدة بعد ما تتحلل هذا أحسن، وإن بغيت تروح الجدة وأنت محرم وتبقى على إحرامك تخلص شغلك، فإذا خلصت شغلك تنزل وتأدي العمرة فلا حرج عليك، المهم أنك تكون محرم من الميقات سواء أديت العمرة قبل أو بعد، وتلتزم بالإحرام إلى أن تؤدي العمرة، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول بعض الناس
يحكم على من يكفر تارك الصلاة أنه من الخوارج، وبعضهم يحكم على من لم يكفر تارك الصلاة أنه من المرجئة، فما توجيهكم في ذلك؟ الذي كفر تارك الصلاة هو الرسول، إذن الرسول يكون من الخوارج؟ هذا الكلام الباطل. الذي كفره هو الرسول، قال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهل الرسول من الخوارج؟ هذا كلام باطل والعياذ بالله. واللي كفره ما قال من عنده، ما قال إلا بدليل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بدلالة القرآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين. قال عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. الذي كفرهم هو الله ورسوله، كيف يقال هذا من الخوارج؟ أما اللي يقول إن تارك الصلاة لا يكفر ويخالف الدليل، هذا مخطئ، هذا مخطئ، ولا يقال إنه مرجي، يقال مخطئ خالف الدليل، هو لازم إنه مرجي لكن يكون خالف الدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن جماعة نجلس في استراحة يوما واحدا في الأسبوع ونلعب الكرة، وبعض الأوقات يقول بعض من يلعب إن هزمت. نحن جماعة نجلس في استراحة يوما واحدا في الأسبوع ونلعب الكرة، وفي بعض الأوقات يقول بعض من يلعب إن هزمتمونا نحضر لكم عشاء مقابل الهزيمة، فما الحكم في هذا الفعل؟ حكم هذا باطل، أكل المال بالباطل، لا يجوز عمل جزاء أو جائزة، جزاء أو جائزة على لعب الكرة، هذا من أكل المال بالباطل، لأنه بغير حق. لعب الكرة ما غاية ما يكون أنه من المباحات، إذا خلا من المحاذير الشرعية فهو من المباحات، لكن لا يؤخذ عليه جوائز، إن أخذ عليه جوائز فهذا من القمار، من الميسر، وأكل للمال بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. شخص يصوم يوما ويفطر يوما طوال العام، فإذا كان في شهر شعبان هل الأفضل أن يستمر على صيامه الأول أم يصوم شعبان كاملا؟ يستمر على ما هو عليه، يصوم يوم ويفطر يوم كما كان. نعم. وأحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل الرقية الشرعية جائزة من جميع الأمراض أم هي خاصة بأمراض معينة؟ الرقية، القرآن شفاء من جميع الأمراض بإذن الله، الأمراض النفسية والأمراض العضوية، هو شفاء كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء، هو شفاء من الأمراض النفسية والأمراض العضوية والأمراض القلبية، أمراض النفاق والشك والكفر، هو شفاء للقلوب وشفاء للأبدان وشفاء للأنفس، فهو شفاء بإطلاق كما أطلق الله عليه أنه شفاء، لكن هذا يحتاج إلى إيمان وإلى عقيدة صحيحة، فإذا صحت العقيدة والثقة بالله عز وجل حصلت النتيجة أو حصل النفع، أما إذا ضعف الإيمان أو قلت الثقة بالقرآن أو حصل تردد هل ينفع أو لا ينفع، إنه لا ينفع، لا تنفعه الرقية، لأنه لم يأتي بالسبب الأساسي وهو حسن القصد والإيمان بالقرآن وأنه شفاء، الإيمان بوعد الله عز وجل وحسن الظن بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا حل وقت الإفطار وأفطرت في المطار ثم طارت الطائرة وفي الجو رأيت الشمس، هل أظل على فطري أو أمسك؟ تظل على فطرك، لأن حكمك حكم أهل الأرض اللي أفطرت معه، غربت عليكم الشمس وأفطرت، حكمك حكم أهل البلد، إذا طارت الطائرة وأنت تشوف الشمس أنت أفطرت، خلاص انتهى يومك،
هذا يوم اللي في الجو، لو انك طرت قبل تغاب الشمس، لو انك طرت قبل تغاب الشمس فانك لا تفطر حتى تغيب الشمس. اما اذا افطرت في الارض، غابت الشمس في الارض واقبل الليل وافطرت، انتهى صومك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، ما حكم خروج المراه امام محارمها مثل والد زوجها وجدها من جهه الاب والام كاشفه الراس ليس على راسها غطاء؟ لا باس انها تكشف راسها عند المحارم، لا باس عند المحارم تكشف راسها وكفيها وقدميها وما جرت العاده بكشفه وما ليس فيه فتنه، فلا باس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الأكل قائما أو الشرب قائما حرام؟ مكروه ما ليس حراما لكنه مكروه كونه